الآن وصلنا إلى كاريج بحيرة الحجر أو جبال أراكات. نحن الآن على ارتفاع 3800 متر فوق مستوى سطح البحر. راح نصور البحيرة، احتمال يكون جامد لأن هاي البحيرة بالشتاء يجمد. بالضبط قبل شهر أو قبل 3 أسابيع وصلنا هنا، كانت أجزاء منها جامدة. هسه نشوف الوضع شلون، وضع البحيرة. أيوة مثل ما توقعنا، البحيرة جامدة، بحيرة جامدة. تعالوا شوفوا هذه البحيرة اللي جينا بالصيف وجينا بالربيع وبداية الخريف، الأمواج مالها كانت تتلاطم على الجرف على ساحل البحيرة الصغيرة. اليوم البحيرة من جمدة. هذا المطعم اللي في الصيف يقدم أكلتهم المشهورة، أكلة الباشا. كاريليج بحيرة الحجر بحالة انجماد. هسه راح ناخذ حجرة صغيرة ونشمرها حتى نأكد لكم بأنها متجمدة. هذه الحجرة كم كيلو توزن؟ راح نشمر الحجرة ونحاول نصعد احنا فوق البحيرة المتجمدة. تقريبا كيلو. منو الجازف؟ هذه طبعا البحيرة. لا منو يحب الجازف؟ اللي تفضل. من جازف؟ كلنا كلنا كلنا. دبوا دبوا يتلقي ترى ميوت لا تجدم. بحيرات اكو، بحيرة رازان وبحيرة هانجافان تجمد ايضا. يتراهنون السواق ويصعدون سيارة فوق البحيرة. هسه احنا اخف من السيارة طبعا، راح احاول انا اصعد. اوكي لو عبر البحيرة ابو عبد الله يصعد، لو ابو عبد الله يجي يركضني. حبيبي تحملي تحملي انتبهي. انا فوق البحيرة على كيف. زلك هنا زلك، لا تصعد من خلفه. لا انا ممكن. لا يا ابو لا 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 انا ممكن اصعد من تحمل تحمل. لا يزرق 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 يزرق. صور ال لا تزلق وتتكسر. ها وهذه جبال أراكات، وهذا كاريليج. على كيفك لكن تحذروا بس لا تزلقون. ها ايوه انا مع ابو عبد الله. استنى